بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحالة اللي احنا تتعرض قدامنا من الحالات النادرة ان احنا بالنسبة للحالات الداونر سيندروم، ان البقرة لما بترقد لمدة 15 يوم ما تقومش بنعتبرها داونر، ويبقى صعب العلاج بتاعها بعد كده بصرف النظر عن المسبب بتاعها. الكلام ده في الإبل يعني بيبقى تقريبا نفس المدة، ولكن ممكن توصل بتقوم بعد 20 يوم 30 يوم، حالات نادرة. لكن الحالة اللي الدكتور هيعرضها دلوقتي قعدت 2 شهر ريكامبانت، جمل جاي من سفر مسافة طويلة وركامبانت، وهو شك في طفيلات دم، ادى طفيلات دم وادى أدوية وكان بيتابع معايا، وبعد كده بفضل الله بيرفع الحالة يوميا، وتدليك الأرجل وفيتامينات هاء سيلينيوم ومقويات وكده، ووقفت بعد 2 شهر. فالعبرة إن الواحد ما ييأسش من العلاج ويواصل، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. ومعاكم الدكتور نادي من يعمل في زامبيا، طبيب بيطري خريج حديث، هيشرح الحالة بالتفصيل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حامد، حضرتك تكون بخير دايما. الحالة بدأت، أو الكيس هيستوري بتاعها بدأ مجموعة جمال جايين من مستوردين من كينيا لزامبيا، منقولين بتراك. طبعا مسافة كبيرة جدا، ممكن يكونوا خدوا أسبوع كامل، ممكن 3 أيام متحملين في التراك، وبعد كده نزلوا في دولة وبعد كده اتحملوا تاني. فطبعا سفر طويل جدا. لما وصلوا هنا الدنيا شتت، مطر كبير، مطر جامد شديد. ما حصلش حاجه الحمد لله، كان في فتره حجر صحي 21 يوم. بعد ال 21 يوم بداوا يطلعوا يرعوا، ففي حشرات نوع دبان ونوع زي نوع ناموس كده كبير شويه بدا يقرص فيهم كده. حاولنا ننقلهم مكان تاني. بعد 4 ايام من فك الحجر بدات نقاه تبرك، بعدها بتاكل وتشرب، ما فيش اي مشكله، نحاول نقومها، ما فيش. النقل اللي انا بعتها لحضرتك ديت اتباعت في مكان تاني حوالي مثلا 15 كيلو من المكان اللي هي فيه. كانت هو ذكر مش ناقه، جمل، اتنقل للمكان برضو بتراك. وصل هناك تاني يوم رقد، قلنا ممكن يكون من التحميل او كده، فبدات علاج بتونكس ومحاليل. وطبعا لان انا كان برضو عندي حالات تانيه، فكان عندي هيستوري الموضوع نيمونيا وكده، فديت سيبتراكزون مع ديكسا مع المحاليل، مع برضو اللهم صل على النبي علقت كالسيوم برضو، وكانوا واخدين ترايكوين. حاولنا نقوم بتشين بلوك وحاجات من دي، مفيش اي نتيجه. فجبناها وقعدنا نعلق محاليل فتره طويله، جلوكوز ونورمال سلاين ورينجا، وندي مالتي فيتامين. طبعا ما لقيتش فيتامين اي سيلينيوم مركز، فكنت شغال بالمالتي فيتامين وحاجات تانية شرب فيها اي سيلينيوم وكده. اديت كورس مضاد حيوي تاني اوكسيتيترا سايكلين، اديت كان حد نصحنا ندي شورت اكتنج ولونج اكتنج الاثنين مع بعض، فعملت كده. فهي كان الاول ما كانتش بتاكل، او في موضوع الاكل مش بتحسن، ادينا حاجه للرومين برضو. بعد موضوع الرومين ده، لما بدا الرومين يشتغل وبدا يخش في الاكل شويه، بدات ان انا ما فيش يعني مش شايفه برضو بيحاول يقوم معانا، بنحاول نقومه بتشين بلوك او كده، مش بيحاول يقوم. فديت ترايكوين، كان عدى من اول مره خده مثلا حوالي شهرين اول ما وصلوا، احنا كنا اديناهم اول ما جم، فكررت ترايكوين تاني. وكملت علاج تونكس مالتي فيتامينز، حقن وشرب، ديت ديكلوفينات، ديت ديكسا، كملت كورس الاوكسي، قعدت اشتغل على المفاصل اللي عمال يوقفوا بالتشين بلوك ونعمل ميه دافيه ويغسلوا باشكاره او بقشه او كده. وطبعا ظهر جروح كتير وقرح كتير، حاولنا نعالج فيها ونحط وند سبراي وحاجات من دي. سبحان الله، كان محطوط في اوضه كده، بعدها نزلناه قلنا يكون في الشمس او كده، ونحط له الاكل وكل حاجه، ونحط له حاجه تحته قش كتير وكده، يكون حاجه طريه بالنسبه له. وقعدنا نعالج في الجروح ونودي مالتي فيتامين وايسلينيوم، الاخر لقيت ايسلينيوم. فسبحان الله، بدأ ان هو كل ما جدي الحقنه في اخر فتره ورقت شهرين متواصلين يحاول يقوم نص قومه كده، فادى الواحد امل اكتر من مرتين او ثلاثه، قلنا خلاص هنذبحه. وسبحان الله، يعني ربنا ما يشاءش ان احنا نذبحه وكده. فسبحان الله، بعد شهرين من خلاص من المحاولات، فيتامينات ومحاليل وكل ده، بنقومه اكتر من كام عامل بيقوموه بدون استخدام تشين بلوك ولا اي حاجه. سبحان الله، قام ومشي. طبعا كان زي رجله منمله وكده، وبعدها اتعافى، مفيش اي مشكله، عالج من الجروح، ودلوقتي ما شاء الله بياكل ويشرب، مفيش اي مشكله خالص. جزاكم الله خير دكتور، ربنا يبارك.